ستوب على هذا الشكل. وهنا مستوبين بجوج، اذا بالنسبه لي صغيره غادي ندير لها 6 سنتيمتر، وغادي نهبط لها هنايا بواحد ونص لان غادي تجيني واحد الفتحه من الظهر عندها 17 سنتيمتر، عندها 35 في الصدر في الكتف. هبط لها بجوج ديال السنتيمتر هنا، وغادي نديها بهذا الشكل، غندي هادي صافي، درت الطول اللي بغيت، وغادي نفصل جوج قطع بهاد الشكل. دابا تنفصل دوك جوج قطع، اذا تنقطع غير اللي لداخل الظهر، وهادي ديال الامام. غادي نهبط لها هنايا بستة ونص بالنسبة للأمام، وغادي ندير لها العنق بهذا الشكل، وغادي نقطعها لأنني غادي ندير لها واحد الفتحة في الظهر. صافي، ما بقى لي دابا الا غادي نخيط، سهله بزاف. وغادي ندير لها البي اللي غادي ندير لها هنا في الامام. قطعت البي فيه 3 ونص، غادي نخيط من الظهر البي، القياس ديال الصباغ، غادي نقلب وغادي نخيط هكذا، وغادي نزيد نخيطها بهذا بالنسبه للكل ضروري تحدد يجي بهذا الشكل مجموع.
دابا غادي ندير لها السرجي وغادي نخيط لها الظهر. بالنسبه للظهر ما غاديش ندير له لا فورماسيون، انما حتى هو غادي ندير له البي. حليت الفتحه اللي غادي ندير لها في الظهر وغادي نخدمها بهذا الشكل بحال اللي كنت نخدم الاول. القياس الصباط غادي نهز وغادي ندور معها بهذا الشكل وغادي نخدمها من هنا. واحد جوج الميلين تحت الحله اللي هليت وغادي نقلب وغادي نخدم نفس العمليه كذلك الجانب. نخلي الإبرة لتحت وغادي نقلب من جهة أخرى كذلك. هاد المرحلة من أفضل الدار بالحدادة، إنما أنا غادي نديرها لكم مباشرة باش اللي ما عندوش هانتوما. غادي نخيط البي ديالي عادي بهذه الطريقة، تبقى لك واحد 4 سنتيمتر ما ديريهاش. غادي تمشي لهاد البلاصة اللي فيها الفتحة وغادي ديري هادي هكا وغادي تديها البلاصة فين غادي تكون بهذا الشكل. هاد الشيء كلشي غادي يمشي لك حتى للتالي ديالها اللي ديال هاد، حتى توصلي للخياطه اللي درتي الاولانيه بهذا الشكل وغادي تهبطيها بهكا وعاد تكملي الخياطه ديالك يعني هكذا توصلي للقنينه هكذا. عاودي غير باليد وقلبي ليبره هكذا وعادي صدقتي ديال الفتحه غادي تبعدي. دابا خليتي تقريبا واحد 3 سنتيمتر هكذا وغادي تمشي هاد الجهه اللي هنا بهذا الشكل وغادي ديري نفس العمليه اذا بالطريقه فهمتي. تسقدي هكذا وغادي نمشي حتى التالي ديالها هنا. غنخدم العمل ديالي الشيء اللي كنت ندير قبيله وتندير له دابا التماثل ديالو. اذا هكذا، اذا هنا غادي تجي لي الخياطه هكذا وهذا غادي نثنيه بهذا الشكل هكذا وغادي نكمل لا فورماتور ديالي لا البي بهذه الطريقة. صافي، وهنا غادي تمشي ديري هاد القطعة على هاد القطعة هكذا بحيث يكونوا لكم قادين بهذا الشكل وغادي تمشي لهنا وغادي تفلي واحد تقريبا واحد سنتيم ولا خمسة ديال الميلين هكذا تقليها هكذا باش تقبض بلاصتها.
صافي وتتكوني استقتي بحال هكا. دابا مع الحداده غادي نحددها ونوريها لكم. المهم هذه ما خيطاتش مزيان من البدايه وتجي بهذا الشكل. اذا غادي نعاودها الخياطه غير من البدايه من الخيطه فليش باش يلا غير كيما غادي نحددها وغادي نوريكم الشكل ديالها كيف غادي يجي. اذا البيه تيجي بهذا الشكل تيجي عاطي واحد الديكور زوين صافي. السقلوع وغادي نديرهم هذوك الخرصات اللي تيتشد وحده فوق وحده ونديرها لهنايا من الجهه ديال الظهر وغادي نخيط عليها الامام بحيث واحد الحاجه ما قلت لكمش حيت هاد البي اللي درت لها راه نفس التقطة ديال هذا يعني باش يجيك داكشي هانت صافي. غادي نخيط لها هذه صافي ما بقى لي الا ندير لها داك الفينيسيون اللي في الجناب هنا ندوز لها داك السورجي كلها القطعه وغادي نوريكم الشكل النهائي وغادي ندير لها واحد الحاجه عاوتاني غنمشي لها للصدر ديالها العبار ديال الصدر وغادي ندير لها واحد الخياطه هنا وخياطه هنا ونخلي لها الفتيحات ديال اليدين صافي باش تجيها بحال الفراشه. دوزت لها بالجناب واحد البريد هاد الشكل كولا بجميع الجوانب تيجي عاطيها واحد الديكور زوين لديك الفراشات. تقدروا ديروا لها خياطات غادي نخيطها من الكتف وغادي نوريكم كيفاش غادي نخيطها من الوسط وبالنسبه للجهه الاخرى باش تجيكم هاد لا فارماتور البي على البي شنو غادي دير ملي تكونوا دايرين هنا غادي تجيبوها مستقيمه معها ماشي هكذا ملي تكونوا تخيطوا الكتف ما ديروش هكذا يعني غادي تقطوا هاد الكتف هكذا قطوه هكذا وعاد باش تجيكم وحده على وحده بحال اللي غتخيطوهم هكذا عاد قلبوا الاتجاه هانتو يعني غادي نقط لها القنيت على القنيت هاد الشكل ندير لها لاغيطمون عاد نقاد الكتف ديالي ونمشي كيما بغيت. شي شيك مقدي تجيك وحده على وحده عكس الا كنتي درتي استقمتيهم من الاول باش تجي تديري الكتف يعني قطي ديك البلاصه هي الاولى حتى تقديهم ومن بعد عاد قدي هذا يجي قد هذا صافي. اذا فينيسيون تيجي زوين لا من هنا لا من هنا. بالنسبه لبنيته صغيره راه العنق ديالها كافي وتيجيها من هنا من الصدر مجموع ما تجيهاش عاليه بزاف يعني داك العبار اللي عطيتكم راه مزيان صافي. دابا غادي نمشي نشوف
العرض ديال الصدر ديالها هكذا، وغادي نطراسيه وغادي ندير له التماثل. يعني غادي نوري لكم كيفاش غادي ندير له التماثل. هانتوما غادي نقاد الكتاف بهذا الشكل، وغادي نقاد هادو مع هادي هكذا مزيان هكذا، وهنا كذلك مزيان. وغادي نطراسي الصدر ديالها، الربع ديال الصدر، وغادي نزيد له واحد 3 سنتيمتر باش تجيها شويه مفشفشه. يعني غادي ماشي تجيها نيشان، غادي ندير لها واحد شويه ديال الوسع بهذا الشكل صافي. ومن بعد طراسيتو مزيان هكذا. دابا غادي نقلب القطعه ديالي، وغادي ندير كذلك الوجه على الوجه، ونقاد داكشي كلشي اللي كنت نقاد قبيله نقادو دابا عاوتاني هكذا. وغادي نقادو مزيان صافي. من بعد ما قديت تنجي لهنا، وتنلقى التماثل ديالي هنايا هو. وغادي نزيد عليه باش منين نمشي نخيط في الماكينه ندوزي على ديك الخياطه وصافي. ما نقاد ما يقادني هكذا صافي. وبحيث صافي غادي نجي ندوز واحد الخياطه هنا وندوز خياطه هنا وصافي. ها هي وجدات. غادي ندير لها الغلي من التحت، انما حتى نشوف الطول ديالها بالضبط، وعاد غادي نفينيه من التحت حيت غادي نفينيه غير بالسرجي. اذا غادي تقدي هكا الجوانب وتخيطي، ديري شويه لاغيطمون هنا وخيطي حتى للتحت. اما داكشي باش طراسيتي غادي تحيديها بهذه، شوفي البلاصه اللي حرشه هكذا، وغادي تحيديه بهذا الشكل. غادي نخيط لها هادو في الظهر، وهذا هو الشكل النهائي ديالنا. المهم هذيك الخياطه اللي درت لها هنا، هذاك البريد اللي درت لها هنا، والعنق كيما درناه خدمناه، ومن الظهر تجي بهذا الشكل.